فرحة لمتنا فرحة جمعتنا وحب الخير شعارنا وكلمتنا فرحنا صغار فرحنا كبار وإن شاء الله تعم الفرحة كل دار مجموعة شبابية من جندة صباح وعشية جينا من كل ثنية ساعين نرفع للخير عسلامة ومرحبا بكم في فرحة. فرحة هي مجموعة شبابية معظمها طلبة تسعى لفعل الخير. نقوم كل يوم جمعة بتوزيع 150 عشاء طيلة السنة. توا بدينا في موعد الأفطار، إن شاء الله اليوم خلطنا باش نخرجوا 200 عشاء لفائدة العائلات الفاقدة للسند والمأوى. من ولاية مدنين لكن الحقيقة وليت منتمية لولاية صفاقس جراس جمعية فرحة. فرحانة برشا بانضمامي وانتمائي للجمعية هذه اللي تعتبر بالنسبة لي عائلة بعد عائلتي. انضمامي لجمعية فرحة يعني كي نخدم في فرحة وإلا كي نتطوع في فرحة نحس ثم انرجي معناها بوزيتيف رغم التعب رغم التحديات اللي تصير لنا رغم كل شيء. نجمش نغيب على فرحه، ما نجمش ما نعطيش الفرحه، ما نجمش نعيش الاجواء هذه مع فرحه. فعل الخير ياسر محلاه، دعوه الخير اللي نسمعوها يوميا من امهاتنا وابائنا والناس المستحقه والمحتاجه لينا حاجه ما تتشراش بمال الدنيا. المنيو نتاع اليوم كان مقرونه بالصوص بالشوابي وتسيره وسلطه خضراء وطاجين وكيف كيف كعبه التفاح وكعبه الدقله والكعبه الحاجه الحلوه. لا ما شاء الله، دونك برشا ناس متطوعه طلبه دونك من برشا ولايات جايين متجندين معنا. الناس الخير، الناس اللي في قلوب الرحمه، دونك يجيوا حتى يساعدوا بصحه الدن، اللي بكرهبته يجي معنا زاده. والحمد لله دونك الناس الخير ديما متجنده معنا. بدي ما تقدرش باش الطيب فهمتني، ونحاولوا نجتهدوا باش نوصلوا الامانات اللي مستحقيها.